que le roule la pierre. في قرية بوكور في غانا تسحب فيليشيا البالغة من العمر 11 عاما إلى البركة يوميا لجلب الماء. تعتمد حياة أفراد الأسرة على ماء البركة. يجلب رئيس القرية سقراط وايو المياه من هنا أيضا لجميع أفراد أسرته منذ طفولته. Use this water to bath, drink, cook food, wash our clothes. يجتمع سكان القرية هنا دائما ويحب الأطفال أن يلعبوا هنا أيضا. اليوم جاء بعض الصينيين إلى القرية ما أثار اهتمام فيليشيا. Chinese government want to help your village to one borehole to solve the water problem. من أجل تحسين ظروف مياه الشرب في المناطق الريفية بجمهورية غانا والحد من الأمراض الناجمة عن المياه غير النظيفة، قررت الحكومة الصينية مساعدة غانا على إنشاء 1000 بئر. تعتبر المياه العذبة واحدة من أثمن الموارد في أفريقيا منذ قديم الزمان، وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخرا إلى أن 14 دولة أفريقية تعاني من نقص حاد في المياه، كما ستواجه 12 دولة أفريقية أخرى نقصا حادا في المياه خلال 25 سنة. في قرية نايتي في السنغال تعود مريم مع أسرتها إلى البيت بعد جلب الماء الذي يكفي 3 أيام لجميع أفراد الأسرة. تعيش مريم في أسرة كبيرة حيث يعيش جميع أفرادها معا، ويتم توزيع المياه حسب عدد أفراد كل عائلة صغيرة. تعيش هذه الأسرة على رعي الأغنام. من أجل البحث عن مكان مناسب للرعي يتعين على الراعي أن يذهب أبعد فأبعد. لا توجد مصادر مياه قرب القرية، والمياه نفيسة لكل الكائنات الحية هنا. قررت الحكومة السنغالية حل مشكلة نقص المياه لنحو 2,278,000 نسمة. حصل هذا المشروع الذي يعود بالنفع للشعب على دعم قوي من بنك الاستيراد والتصدير الصيني. ستمتلك قرية نايتي بئرا خاصا لها. نصب فريق الحفر الصيني منصة الحفر بالقرب من القرية، واستمر عمق البئر في الازدياد، لكن إخراج المياه من أرض قاحلة ليس بالمهمة السهلة. إنهم يقومون بإعداد عارية خنان الآن. إن تناول الطعام الصيني التقليدي في مكان يبعد آلاف الكيلومترات يجلب ذكريات الوطن للناس. نعم.
نظرا لوجود تشكيلات صخرية في موقع الحفر الأول لم تجر عملية حفر البئر في قرية بوكور في غانا بسلاسة، وتم نقل العملية إلى مكان ثاني. لكن حتى بعد أن بلغ عمق البئر 100 متر لم تظهر المياه، الأمر الذي جعل القرويين قلقين للغاية. بدأ عمل الحفر في مكان ثالث على أمل العثور على المياه هذه المرة. ظهرت المياه في نهاية المطاف. على الرغم من اختلاطه بالتربة والرمال، أصرت فيليشيا على تذوق مياه البئر. أنا سعيدة جدا، هي أكثر كلمة قالتها مريم اليوم. إنه ليس يوم عيد، لكنه سيظل محفورا في ذاكرة سكان قرية نايتي. مقارنة مع قرية بوكور في غانا التي تبعد مئات الكيلومترات، فإن حفر البئر جرى هنا بسلاسة. تدفق المياه أمام عيون السكان المحليين هو تجربة غير مسبوقة بالنسبة لهم. kalanum heddidon kalaka ina feewdo feewi. بهدف حل مشكلة مياه الشرب للشعوب الأفريقية في السودان وملاوي وزيمبابوي وجيبوتي وغينيا والسنغال وتوغو وغانا، نفذت الصين منذ عام 2009 عشرات مشاريع حفر الآبار. يقول المثل الأفريقي: إذا كان على رأس رجل جرة ماء فلن يعاني شقيقه من العطش. إن الشعب الصيني أخ جيد للشعوب الأفريقية، ومع تطور الصين ستتطور أفريقيا بصورة أفضل. The many examples that are of benefit to us from China, and on top of it, Chinese companies are proving to be very successful in their contribution to the development of our economy. The President Xi Jinping talked about a common destiny for mankind. That is our view, that we have our different countries, different races, but we all inhabit one planet. We have to look at what are the things that can unite us on this planet, which can allow us to forge that common future. 中非历来是命运共同体, 共同的历史遭遇, 共同的奋斗历程, 让中非人民结下了深厚的友谊, 中非永远是好朋友, 好伙伴, 好兄弟. يساعد الأصدقاء بعضهم البعض، ويتعاون الشركاء مع بعضهم البعض، وينمو الإخوة مع بعضهم البعض. إن الصين وأفريقيا تتبادلان الدعم والمساعدة دائما، سواء في جهود التنمية أو في مواجهة الكوارث الطبيعية. يحب تشينغ ماي شاتشي الفن، غالبا ما يذهب لرؤية لوحة زيتية معلقة في المدرسة. كان يغمره الفضول بشأن كيف تبدو المناظر الاستوائية في اللوحة. عرف من معلمه أن هذه اللوحة هدية من أصدقاء فارقة على بعد عشرات آلاف الكيلومترات. تشينغ 老师说非洲很热，那里有很多很多大象。
我们都很感谢刚果部，是他们帮我们建起了新的学校。بعد أن وقع زلزال في يوشو بمقاطعة تشينغهاي الصينية في الرابع عشر من أبريل من عام 2010، تبرعت حكومة جمهورية الكونغو بمبلغ 16 مليون يوان صيني لإعادة بناء مدرسة وانلا المركزية. تم تغيير اسم المدرسة إلى مدرسة الصداقة الصينية الكونغولية الابتدائية. 每当厌倦的学生看到这个电视里有一个非洲人物，他说这刚果部，刚果部，如果有机会，我的孩子们特别希望到非洲去看看刚果部。 في بداية كل فصل دراسي تقوم المدرسة بأنشطة خاصة للتعبير عن الامتنان، حيث يحكي المعلمون للطلبة قصة مساعدة حكومة الكونغو برازافيل في إعادة بناء المدرسة. تتمتع الشعوب الأفريقية بمشاعر التعاطف، وعندما كان الشعب الصيني يواجه صعوبات لا ينسى الأصدقاء الأفارقة تقديم المساعدة له رغم أنهم ليسوا أغنياء. بعد وقوع زلزال وان تشوان، تبرعت غينيا الاستوائية التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة فقط بمليون يورو للصين، الأمر الذي يعادل تبرع كل واحد من هذا البلد بيورو واحد. الصداقة وقت الضيق هي الصداقة الأكيدة. يدعى هذا الطبيب وانغ يانغ، وهو من مستشفى تشاو يانغ ببكين، ويعمل الآن ضمن الدفعة 26 من الفريق الطبي الصيني في غينيا. يتذكر دوما لحظة مغادرة منزله حينما تعلق ابنه بعنقه ورفض السماح له بالرحيل. صنع الولد يدويا تقويم العد التنازلي لعودة والده إلى البيت بعد 552 يوما، معبرا عن أمله في عودة والده في أقرب وقت ممكن. بدأ وانغ يشعر بالتردد في مغادرة المكان. في هذا المستشفى نجح وانغ يانغ في إكمال أول عملية صدر لبعض البالغين في تاريخ غينيا، حيث اعتبره السكان المحليون صانع المعجزات. قبل عودته إلى الصين، سيبذل قصارى جهده لنقل خبرته الطبية إلى الأطباء المحليين. بذل جيل بعد جيل من الأطباء الصينيين مثل وانغ يانغ عرقهم ودموعهم حتى حياتهم لهذه الأرض في أفريقيا. في مواجهة وباء الإيبولا، قدمت الحكومة الصينية على وجه السرعة مساعدات إنسانية ومادية إلى البلدان المتضررة. منذ عام 1963 أرسلت الصين إلى 48 دولة أفريقية فرق طبية تضم إجماليا 21 ألف طبيب عالجوا أكثر من 220 مليون مريض. ما زال يعمل في 45 دولة أفريقية حوالي 1000 طبيب ضمن 46 فريقا طبيا صينيا. يساعد بعضهم البعض في مواجهة الصعوبات، ويتعاون بعضهما مع البعض في تحقيق التنمية. أقدم لك المساعدة فتمنحني الثقة، هكذا تكون الأخوة والصداقة بين الصين وأفريقيا. استجابة لمشاعر الشعوب الأفريقية، فإن الصين المنفتحة على العالم ترحب بزيارة الأصدقاء الأفارقة بمختلف الأشكال بما فيها السياحة والعمل والتعاون والإقامة. يفضل الأصدقاء من القارة الأفريقية الإقامة بمدينة غوانجو، حيث لديهم مساحة أكبر لتحقيق أحلامهم. تقع كاتدرائية القلب المقدس شيشي على طريق ييدا وسط مدينة غوانجو. يعد يوم ترتيب القداس يوما لتجمع الكاثوليك الأفارقة، وبالنسبة للكثير من الأفارقة الذين يعيشون على أرض أجنبية يجدون ملاذا روحيا لهم في هذا المكان.
تعد مدينة غوانجو معرضا للتنمية الاقتصادية والتجارية والتنوع الثقافي في الصين، وهي مدينة متسامحة. في السنوات الأخيرة بدأ المزيد من الناس في إيلاء المزيد من الاهتمام بالأفارقة هنا ومحاولة مساعدتهم بشتى الطرق، وشارك كل من الحكومة والمنظمات المدنية والأفراد في مساعدة الأفارقة في حل الصعوبات والاندماج في المجتمع المحلي. 我们在登峰街这个非洲公民比较多的街道，构建了全市第一个外国人管理服务工作站，为非洲国家公民提供就近的一站式服务，包括我们公安的签证，还有他税务登记和工商注册等。 اشتهرت غواندونغ في التسعينات القرن الماضي بأنها مصنع العالم لتصنيع وتصدير المنتجات، وحظيت منتجاتها بإقبال كبير في الأسواق الأفريقية، الأمر الذي جذب عددا كبيرا من الأفارقة لممارسة التجارة في غوانجو آنذاك. أما الآن فقد تغير نمط التجارة هنا. في البداية ركز جينسلي من الكاميرون مثل غيره من التجار الأفارقة الذين جاءوا إلى غوانجو للقيام بأعمال تجارية، ركز على تجارة الجملة للسلع الصغيرة. أما الآن فيقوم باستيراد أفضل نوع من الحافلات الصينية لتطوير وسائل النقل في الكاميرون. When I opened my trading company in the first place, I wanted to act like a bridge between China and Cameroon. I have always wanted to do more to expose China out more for people to rediscover China. These companies even in Africa and strengthen trade between both countries, you know, Africa and China. I had other options and other opportunities. And you can find many beautiful things here. Please, I take it back to my country and maybe put it into use in my country too. إن التقارب بين الشعوب ضرورة مهمة. الصداقة التقليدية الصينية الأفريقية متجذرة بعمق في قلوب الشعوب، وتعتبر الصداقة والإخلاص والمعاملة المتساوية أساسا مهما للعلاقات الصينية الأفريقية. وعلى الرغم من المسافة البعيدة بين الصين وأفريقيا، إلا أنه في الوقت الحاضر هناك وسائل أكثر مباشرة وسهولة للتواصل وإيصال المعلومات بشكل فوري. تعمل السيدة بايتريس مارشال في هذا المكان، وعليها أن تستعد قبل بداية عملها رسميا. وخلال السنوات السبع الماضية ازداد باستمرار عدد الناس الذين يعرفون السيدة بايتريس في القارة الأفريقية. 1, 2, 3, 4. من أجل تعزيز التواصل والتبادل بشكل أفضل بين الصين وأفريقيا، تم إطلاق أول فرع لتلفزيون الصين المركزي في كينيا في عام 2012. في عصر المعلومات تؤدي وسائل الإعلام الإخبارية دورا متزايدا في نشر المعلومات وزيادة التبادل الإنساني والثقافي وتعزيز الثقة المتبادلة، لكن التبادل بين وسائل الإعلام الصينية والأفريقية لم يكن كثيرا في الماضي. 最大的困难还是互相不了解，我们不了解非洲，同样呢，他们不了解我们。 من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الصين وأفريقيا، أطلق الفرع الأفريقي برنامج أفريقيا لايف الذي يعرف المشاهدين الأفارقة بأهم الأخبار الصينية بل وبالأخبار الدولية المهمة من خلال الاتصال المباشر مع مراسلي تلفزيون الصين المركزي في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يساهم في إزالة الحواجز بين مختلف الثقافات. We have been traversing the continent, making sure that the African voice is heard. We are very different from Western media, from other media that operate in Africa, because we don't just concentrate on challenges only. We don't just wait for a famine to say, oh, this is Africa. We also show Africa's successes when it comes to politics, successes when it comes to the economies. We have managed to give Africa a global platform to tell her story. 我们作为中国媒体呢，我们想报道一个真实的中国，想报道一个真实的非洲，非洲本身也想了解一个真实的中国。
تقدم الصين الحقيقية لأفريقيا وتقدم أفريقيا الحقيقية للعالم. يتمسك الفرع الأفريقي لتلفزيون الصين المركزي برؤية أفريقيا من منظور الأفارقة، وعرض أفريقيا بالفكرة الأفريقية سعيا لإزالة سوء الفهم وتعزيز التفاهم والتعارف ومد جسر بين قلوب الأفارقة والصينيين عبر السماء والمحيطات. Tell you an example. My mother is very happy because in her lifetime, my mother is 76. In her lifetime, she's going to have a tarmac road going through her village. مثل والدتي بياتريس، هناك عدد لا يحصى من الناس العاديين في أفريقيا يشهدون تواصل الطرق وتكامل المصالح بين الصين وأفريقيا، كما يشهدون التغيرات التي تحدث أمام منازلهم. ورواندا معروفة ببلاد الألف هضبة. في الصباح الباكر تستيقظ مدينة كيغالي تدريجيا وتبدأ الطرق في الازدحام. يتجمع سكان الجبال نحو الطريق الرئيسي ويصلون إلى الهضاب الأخرى من خلال وسائل النقل المختلفة لبدء يوم عملهم. السائق الحافل السيد فرانك على استعداد لبدء عمله، وله فهم عميق للطريق الذي يقود الحافلة عليه كل يوم. The roads before was not good. The roads was bad. So by that time the roads had black road was not good. يسمي السكان المحليون هذا الطريق طريق الصين، ربما لأن هذا هو أول طريق تم بناؤه باستخدام القروض الصينية. تطلق الشركة التي شيدت الطريق عليه اسم 36 كيلومترا وفقا لطوله، مضى على تشييده 7 سنوات، تغيرت خلالها المدينة مع وجود الطريق. It's going to look more beautiful. People has gardens are connected due to this road transportation. So I think I expect a lot of change and a lot of, you know, a lot of development. سكان كيغالي يحبون هذا الطريق. إذا نظرنا إلى المدينة على طول الطريق فسنجد أنها نظيفة ومرتبة، وذلك ليس بسبب منع رواندا استخدام المنتجات البلاستيكية في جميع أنحاء البلد فحسب، بل بسبب قيام جميع الناس بتنظيف الشوارع أيضا في يوم العمل التطوعي في كل شهر. حقا إنه أينما يمتد هذا الطريق يصل التغيير. Also with this road came the banks and the pharmacies. There's like 2 or 3 banks that came. النقل هو شريان الحياة للمدينة، ويتعلق بالتنافسية والجاذبية وإمكانات التنمية للمدينة أيضا. بعد 7 سنوات منذ اكتمال بناء طريق 36 كيلومترا شهدت رواندا تنمية اقتصادية سريعة، بالإضافة إلى ذلك ما زال هناك كثير من المناطق تنتظر ربطها مع الطرق. في عام 2017 تم إطلاق مشروع إعادة الإعمار والتوسع لطريق بلدية كيغالي، وقدمت الحكومة الصينية قروضا تفضيلية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز عملية البناء في عام 2019. 这个项目呢，一共是加一块是54公里，缓解这个基加利市的这个交通拥挤，我们还能解决3000人的就业。 These are the initiative of the government of Rwanda in the partnership with the government of China, and then we find that the quality is very super. إن الطريق الصيني يربط قلوب شعبي البلدين. في 22 يوليو من عام 2018 استقبل هذا الطريق الأكثر روعة في كيغالي ضيفا خاصا، ألا وهو الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس صيني منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ورواندا قبل 47 عاما. دائما ما يقول الأصدقاء الأفارقة: تسافر بمفردك تصل أسرع، تسافر مع الجماعة تذهب أبعد. حقق الطريق الجمع بين زيادة جمال وتنمية المدينة. أصبح الطريق والمدينة وحدة متكاملة لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، الأمر الذي تجاوز المعنى الأساسي للنقل. إن التكامل بين الطريق والمدينة يظهر السحر الحديث لتنمية كيغالي المزدهرة.
مولجادو هو سائق يعمل في مكان بالضفة الأخرى لخليج مابوتو. ينطلق من البيت في الساعة 5 صباحا ويستغرق 2 حتى 3 ساعات للوصول إلى الضفة المقابلة. It was so difficult to cross from Maputo to Katembe. 2 days, 3 days, no boat. It was so difficult to people from school, job. يبلغ تعداد سكان عاصمة موزمبيق موبوتو، وهي أكبر مدينة ساحلية في البلد، 1,000,000 نسمة، غير أن تعداد سكان منطقة كانتبرغ التي تقع على الجانب الآخر من مضيق مابوتو 30,000 نسمة فقط، وهناك فجوة كبيرة اقتصاديا بين جانبي المضيق. لذا أصبح بناء جسر مابوتو من أحلام الشعب منذ سنوات عديدة. تطلع الشركة الصينية التي يعمل فيها مولجادو ببناء جسر مابوتو، ويتابع تقدم عملية البناء أولا بأول. يعتبر اليوم يوما حاسما لهذا الجسر الذي سيتم تسليمه قريبا. صعد تشين لي مينغ زميل مولجادو الصيني رئيس فريق مشروع جسر مابوتو إلى قمة الجسر التي يصل ارتفاعها إلى 138 مترا بالمصعد، حيث ستجري الشركة الإشراف فحصا واختبارا للبرج الشمالي للجسر. وانتهاء هذا الإجراء سيرمز إلى أن عملية بناء الجسم الرئيسي للجسر اكتملت، وأن جسر مابوتو سيتم تسليمه وتشغيله قريبا بعد 4 سنوات من البناء. And I have a really good feeling that what was done so far is a world-class standard. That is some achievement that is really should be mentioned. I recommend CNBC to go also to other countries. أنجز بناء الجسر بعد 4 سنوات، وشهد تشين لي مينغ ولادة هذا الجسر. الآن حان وقت الوداع. 其实这个桥是我从技术建设到现在为止是一直在这儿的，那这个桥就像自己的孩子，就是自己的孩子一样。على الرغم من اكتمال الجسر، لكن الشركات القائمة ببنائه لن تغادر، وستواصل التعاون مع الحكومة المحلية لتحسين حياة الناس هنا. 我们也猜着他规划一个卡塔梅新城，远期规划是10,000公顷，那解决40万人的常住人口在那个地方。未来的那也卡塔梅的发展就是从我的浦东。 I'm so happy for that construction then coming here. It already had changed my life for service for that bridge. So now I'm happy for my family. ستتغير المدينة بفضل هذا الجسر، وكذلك حياة الناس. ومولجادو واثق للغاية من المستقبل، ويعتقد أن حياته ستكون أفضل فأفضل. يربط الجسر بين منطقتين بينهما تفاوت اقتصادي كبير، حيث لا يسهل النقل وحركة المرور فحسب، بل يعمل أيضا كرابط للتنمية الاقتصادية في المستقبل، كما يحمل الجسر تطلعات الناس إلى الحياة السعيدة. إلى Africa，江波。我爱你。Africa，欧拉。美丽的中国，我爱你。我喜欢中国。比美丽大气呢，中国欢迎你。Welcome to China。拉西拉，啊，拉菲克。友谊万岁。友谊万岁。